مرحبا بك المتابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. مبارحة أقام مو فلوكس حفل كتير كبير ببيته وعزم فيه عدد من اليوتيوبرز، واللي شفنا من بينهم كل من لانا ولين وضياء وعائلة البيوتي. وتساءل الجمهور عن سبب اختفاء وعدم تواجد نارين بيوتي بالحفل. Turn around. Action. أما قمر الطائي وحسب آخر الأخبار عنها فعم بتعيش فترة كتير صعبة واكتئاب حاد من بعد فقدانها لحسابها على انستغرام اللي تابعها فيه الملايين، وللمرة الثالثة أو الرابعة على التوالي. أما السيلاوي فغادر لبنان مبارحة متجها للأردن، فما كان من المفترض تركه للبنان بهالفترة، فصرح أنه سبب المغادرة هو انشغاله ببعض الأعمال بالأردن ورح يرجع للبنان قريبا جدا. وشفنا امبارحة عدد كبير من اليوتيوبرز متجهين للأردن، وذلك لحضور مؤتمر أقيم هناك لمدة 4 أيام تحت عنوان كلام المدينة. وشفنا من بينهم غيث مروان، زياد وسارة، سالي وأحمد، بنين ورغود، وبيسان إسماعيل، وكين ديمان وصقر، وحسين بالمحفوظ، ورضا الوهابي، وغيرهم كتار. فافتتح مبارحة المؤتمر فشفنا محمد عدنان وأبو الرب وصباغ وعبدالله الغافري كمتحدثين. فبعد هذا الافتتاح شفنا حفل كبير كانت أجواء خيالية من موسيقى ورقص، فالأنظار كانت على أنس وبيسان نظرا لإشاعات خلافهم وانفصالهم اللي طلعت آخر فترة، فشفناهم بمكان كانوا كتير قراب من بعض ولكن ظهروا وكأنه متجاهلين بعض، وحتى ما شاركوا ولا ستوري مع بعض. فشو رأيكم باللي صار بينهم؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.